اوكي قول هنا. لينا كريم كريم ليفتس استيل سابمارين، يعني في حاجة كده استيل سابمارين، يعني في حتة كده تحت الوتر فاهم، عاملينها ايه ابورد ليفت دينست بتاعتها رو سوليد ايكوال 7.8 تايمز 10 باور 3، والماس بتاعتها والماس ايكوال 20,000 كيلو جرام. الناس بتاعت السوليد عايز تنشن، وات از تنشن في حالتين، نمبر 1 وين ذا سبمارين از سبمرجد وهي كده، نمبر 2 وهي اوت اوف ووتر. انا هتجيب نمبر 2 الاول اوت اوف ووتر، لما تكون اوت اوف ووتر هيبقى التنشن ايكوال ام جي، دي نمبر 2. تنشن كام من ام كام؟ 20,000 تايمز 9.8 مش كده؟ يبقى 10,000 يبقى 20,000 تايمز 9.8 ايكوال، ده نمبر 2 خلي بالكم 19.6000 بوينت دي، لا مش مفيش بوينت، ده هي نمبر تعتبر كده ابروكسيمتلي ايكوال 2 تايمز 10 باور كام، 1 2 3 4 تايم 2 باور 4، 2 باور 4 ولا في هنا زيرو كمان؟ 5 بقى يا مستر، 10 باور 5. في هنا كام؟ في زيرو كمان سوري، 10 باور 5 في هنا زيرو كمان. اوكي طب دي نمبر 2 عشان هي سهله. طب نيجي للاولانيه، وعايز عايز التنشن هنا. بص عندي كده ده سبميرج ادام هو اندر ووتر، ولا عندي ان الويك مور ذان الاف بي، طب الديفرنس بينهم هيطلع مين؟ هيطلع التنشن اللي هو عايزها التنشن. طيب الويت دي اعرف اجيبها اللي احنا لسه جايبينها دلوقتي اللي هو الرقم ده. طيب الفورس البوينت فورس لازم اعرف الفوليوم بتاعها، قدامي طريقتين عشان اجيب البوينت فورس، قدامي طريقتين، يا اما اجيب الفوليوم هنا مش كده اللي هو الماس اوفر ايه، ماس اوفر دينستي، الماس بكام؟ 20,000 ديفايدد الدينستي 0.8 تايمز 10 باور 3، كده جبنا الفوليوم اللي هي 2 بوينت ابروكسيميتلي، يعني 2.6 2.6. يبقى انا عندي هنا الام في الجي اللي هو الرقم دوت 196000 ماينس، افتح براكتس، الفوليوم هيبقى 2.6 ده الفوليوم تايمز الفلو بتاعت الووتر هيبقى 1000. اوكي هو ده ايه، ووتر ولا سولت ووتر؟ هو قال ووتر بس. اوكي تايمز 9.8 ده اول حل. اوكي يبقى انا كده لما اقول 19600 ماينس، نفتح براكتس نحط فيه 2.6، حد معاه كالكوليتر؟ 2.6 تايمز 1000 تايمز 9.8 طلعت 17 أعتقد تبقى بي. بي صح رايت. اوكي بقول تاني يا جماعه، هنا اول حل عندي عشان اجيب بوينت فورس جبت الفوليوم. طب انا ممكن اجيبها عن طريق السبيسيفيك جرافيتي اللي هي ازاي، الرو ريلاتيف ايكوال، هشيل ال 1000 من هنا يبقى 7.8 ايكوال الويت اللي هو 19.6 اوفر الاف بي، واجيب الاف بي من هنا واحطها هنا واعمل ده ماينس ده. دايما يخلي في دماغي اكتر من حل عشان لو انا عملت ميسنج الحل يبقى عارف الحل التاني بيقول ايه. تمام كده، يبقى انا هنا جبتها عن طريق الفوليوم وعوضت في الوتر لان هو اندر ووتر. اوكي ندخل على اللي بعديها،
85 85 with كذا in air what is that. طبعا ده سهل البتاع دوت، مش محتاج ان انا اتكلم فيها، حد عارفها؟ مين عارف عشان يقول كان answer 85. واحنا خدنا 84 ولا ايه؟ اه خدنا 84 85. بيديني الجيفن ايه؟ الويت كذا، الويت ان اير طبعا ايكوال 7.84 نيوتن when it in air and 6.8 when it's immersed with in a immersed in water what is the specific gravity. اديني هنا هتبقى ايت لياسي ثواني كده الاول، اديني الويت in water صح اللي هو ايكوال كام؟ 9 6.86 نيوتن. لازم اجيب الاول مين؟ لازم اجيب البوينت فورس الاف بي ايكوال ده ماينس ده 7.84 ماينس 6.86. ليه جبت البوينت فورس؟ عشان اقول ان الرو ريلاتيف مش كده؟ بعد السبيسيفيك جرافيتي الرو ريلاتيف ايكوال الويت اوفر الاف بي. الويت هو مديها لي كام؟ 7.84، واللي هيطلع من هنا احطه هنا. اوكي تعال نبص كده نعمل هتبقى سبستيتيوت. ايه؟ عملتوها عملتها 7 كانت طلعت معايا سي. سي. طيب نشوف كده 7.86 طلعت 0.098 صح كده؟ وبعد كده هنقول divided 0.98 طلعت 8. ايوه صح برافو عليك 8. لا تبقى 9 بقى عشان 8.9 عندي. لا الانسر يا عندك مستر، ايه؟ حضرتك اصلا قسمت غلط. ليه؟ حضرتك عملت الاف بي الاول، بعد كده عملتها divided 7.84، اعملها تاني كده. ما هيك. طب قول تاني كده، قول تاني كده. حضرتك كنت عملت البوينت فورس divided الويت، وانت على الاله الحاسبه، فممكن تعملها تاني عشان هي طلعت معايا 8 بس من غير اي رقم طلعت تاني. معاك ايه بس؟ طب ثواني كده. طب جايز ماينس طلع غلط، ثواني ثواني ماينس 6.6.86 0. اه انا عكست. طب ثواني انا كان عكست ايه؟ divided 0.98 مش 89 صح كده؟ 8 مظبوط صح، انا كنت كاتبها على الكالكوليتر غلط، طلعت 8 فعلا بالظبط. لايك اوكي ماشي كده. نيجي على اللي بعديها نمبر 86. container is placed in the scale. اه هنا بقى يا جماعة هنتكلم على دي بقى. يقول لي هنا كونتينر في هنا سكيل، السكيل ده بيديه نمبر، في حط هنا كونتينر، كونتينر دوت ريد 120 هو لوحده كده 120 جرام. بعد كده راح جايب حتة، لا في ووتر، كونتينر اوف ووتر مش كده؟ وبعد كده حط فيه هنا بيس اوف ايه اوف كبر، بيس خبر اوف كبر هنا دي كام؟ 20 20 جرام 28 جرام. اوكي قال لك انا هحطها جوه انسايد ذا ووتر السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها الرو ريلاتيف او سبيسيفيك ايكوال 8.9 8.9 ماشي كده فروم اسيد، ومعلقها في السرد عندي. حاضر. اوكي قال لي without touching the bottom، without touching the bottom نمبر 1. هو انا لما احط التوني ديت احطها هنا وزود وزود سنت كده هيطلع ان الويت مور ذان الاف بي مش كده؟ الويت مور ذان الاف ايه؟ الاف بي. لما انا عملتها كده لقيت ان في عندي حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ ان الاف بي
بلس التنشن هيبقى ايكوال للويت. طيب لما اجي اجيب الرو ريلاتيف في الحاله دي، الرو ريلاتيف هتبقى، الرو ريلاتيف هتبقى الويت اوفر الاف بي صح؟ بتاعت الكبر، انا بتكلم على الكبر، الويت اوفر الاف ايه؟ الاف بي ايكوال، مش كده؟ انا كده خليتهم اكنهم يعتبر ايه، زي ايه؟ زي الايكوال بالظبط. الويت اوفر الاف بي، طب ما عندي دي ام جي اوفر الام في الووتر، انسايد ووتر يعني الجي صح؟ الجي هي الجي، يبقى انا لما اقول هنا الام دي بره في الاير 20 وهنا الويت في الاير في الووتر ايكوال كام؟ ما اعرفش. يبقى دي الماس ان ووتر، تطلع الماس ان ووتر ايكوال كام؟ 20 قول حضرتك. divided 20 divided 9.8، تطلع approximately equal to 204، مش يعني 2 خلاص، يعتبر approximately equal 2 جرام. يبقى اللي هيظهر من الايفكت من الماس دي اللي هي 20، هيظهر منها كام؟ هيظهر منها كام؟ هيظهر منها 2، 2 plus 120 دول، مش كده؟ نخلي بلس هنا، هيطلعوا لي كده في الاخر الريدنج هتتعدي، بتبقى 122 128 22. اجين دايما هنا، دايما هنا لما احط الاوبجكت هنا كده، غير لما اكون عامله ايه؟ شاده من فوق ويز سترينج، تمام؟ تمام؟ هنا هنا الماس اللي هنا هتبقى عامله ازاي؟ هنا هيبقى 20 20 جرام ماينس الماس اللي هنا، اللي هي المفروض انها الرو في الفوليوم بتاعها، مش كده؟ الرو بتاع الووتر، خلي بالكم في الفوليوم بتاعها، يبقى 20 على اوفر داون، ده اللي هيظهر لي، ان هما الاثنين عكس بعضهم. لكن انا عملت ايه؟ قلت لا، قلت يا جماعه ده انا هعمل لها تنشن هشدها، فيطلع عندي هنا بوينت فورس والتنشن والايه؟ والويت والويت. طبعا بالنسبه للدايركشن هنلاقي ان الويت داون وورد والاثنين تانيين اب وورد، فيبقى بلس بعضين، ماشي كده؟ يبقى معنى كده اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الرو كانها كده، كانها بالظبط ايه؟ سسبندد، معلقه بقى خلاص. يبقى الرو سبيسيفيك ايكوال ايه؟ الماس في الاير اوفر الماس في الايه؟ مش كده؟ يطلع ان هنا عندي هنا 2. طب بقيه بقيه الماس راح فين؟ بقيه الماس راح عن طريق مين؟ البوينت فورس اللي هي اثرت عليها في اب وورد، ماشي كده؟ يبقى التنشن شدت، التنشن شدت والبوينت فورس ابورد، البوينت فورس عملت لي 2 والباقي راح فين؟ راح في التنشن داون، اوكي؟ فال2 دي لما اجي اللي هيبان منها 2 احطها على 120 يطلع 122. يبقى اجين لما احط حته اميرسد ان ووتر اعملها ابورد، يظهر ان الماس بتاعها في الووتر غير الماس في الاير. طب الماس في الووتر ايه هو؟ ماشي كده؟ قال لي المفروض ان هو هيكون الماس الووتر هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن من الحته اللي جوه الووتر اللي هي يعتبر التنشن ماينس الويت، الفورس تنشن ماينس الفورس ويت، هيديني ايه؟ هيديني الويت اسمها البوينت فورس. البوينت فورس هجيب منها مين؟ الماس اللي جوه مين؟ انسايد ذا ليكويد. جبت الماس اللي ايه؟ هتطلع بكام؟ تطلع ب2، ماشي كده؟ يبقى الماس دي ايكوال كام؟ 2، احط ال2 على 120 تطلع 128 22. اوكي يا جماعه، في حاجه صعبه؟ ها نكمل ولا في حد عنده استفسار؟ طيب كي شكلهم كده ايه، فاهمين؟ خش على بعديها، او مش موجودين ممكن، حاجه من الاثنين. بيس اوف الومنيوم از ماس كذا، ثواني ابيس في الالومنيوم الماس بتاعتها، ونكتبها الاول كيفن وبعدين نفكر في البروبلم. دي نمبر كام؟ 87. اتي 7 ماس اوف الومنيوم ايكوال 1 كيلو جرام، ماشي كده؟
والدينستي رو ألومنيوم ايكوال 2700 كيلو جرام بير كيوبيك متر سسبندد فروم سترينج اند ذن كومبليتلي اميرسد ان ا كونتينر ذا دينستي اوف ووتر. يعني هي كلها تعتبر لو جينا عملناها على البروبلم دي كده هي كده، هنا في هنا السد ماشي فوق يبقى هنا في تي، هنا في ويت، ويت وتحت اف ايه اف بي، ماشي كده. تعال بقى نكمل بقية المسألة. عايز مننا ايه؟ عايز the volume of aluminum، عايز الفوليوم. سهل الفوليوم عندي، الفوليوم equal ها mass over density. الماس عندي ب 1 كيلو جرام وده 2000، ماشي كده. تطلع بكام؟ الماس ايكوال 1 اوفر 2700 تطلع تطلع 3.7 في 10 باور نيجاتيف 4. يس 3.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. جدع، برافو عليك. مين شغاله معايا بقى؟ عشان انا ايه مش باين عندي الصوت. انا ندى، مش عارف صوتي ندى، يا مستر. ازيك يا ندى؟ ازيك يا مستر؟ 3.7 تايمز 10 باور نيجاتيف ايه 4، طبعا ده بالكيوبيك متر. ده اول حاجه قلناها، ماشي. نمبر 2 عايز مني ايه؟ عايز مني ذا تنشن. طبعا التنشن عندي معروفه من الشكل ده كده، يبقى التنشن ايكوال مين الاكبر؟ الويت ماينس الاف بي. اجيب الاف بي ازاي؟ دايما الاف بي ليها حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ الاف بي عندي اجيبها بطريقتين، خلي بالكم من دي كويس قوي. ما دام مديني الدينستي، هو مديني هنا ايه؟ مديني هنا ايه؟ الفوليوم احنا جبناه، يبقى عن طريق الفوليوم. رو جي في الفوليوم الفوليوم اعمله تايمز الرو بتاعت الووتر، في الجي. ما هو الفي اهو في الجي قصدك. قلت جي. النمبر 2 هو مديني ايه؟ الدنسيتي. اجيب الرو سبيسيفيك ايكوال الويت اللي هي هنا هتبقى ام جي اوفر الاف ايه الاف بي. الاسهل ليكم حلو، انا متهيألي دي اسهل من انا ايه، بس احنا جايبين الفوليوم فتبقى سهل ان اجيبها عن طريق تحت كمان. دي ممكن اجيبها عن طريق وانا عادة استخدم اللوب بتاع الرو ريلاتيف كده وما يكون في تنشن. لما يكون في تنشن. لا مش لما يكون في تنشن، لما يكون ما يكونش واقع تحته خالص، في اي فاهمني؟ حالة ما عدا انه يكون لمس البوتوم. فلوت سسبندد ماشي، لكن تحت خالص على البيز لا ما ينفعش استعمله، مش كده؟ عم واقف تحت خالص، ولازم اجيب الفوليوم بتاعه كام واعمله في الووتر في الاي في جي بتاعته. اوكي، طب انا هستعمل كده، احنا جايبين الفوليوم يبقى سهل بقى نجيب الفوليوم. يبقى الويت دوت هتبقى 1 تايمز 9.8 ماينس 1000، ده الدنسيتي بتاعت الووتر تايمز الفوليوم اللي احنا جبناه اللي هو 3.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز جي 9.8. تعال نبص عليها كده تطلع بكام؟ طلعت 6.174، طلعت كام؟ عشان ما جابتش صوتي صح غلط. 6.174 تايمز 3.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 9.8، مش كده؟ تايمز ماشي. طيب بكام معاكي؟ معايا ب 6.174. تايمز 9.8 نقفل ده كده 6.8174 صح معايا كده مظبوط، برافو عليك. هنا يعتبر ايه؟ شوف الانسر كده صح ولا لا؟ مش مكتوب انسر. طيب نيجي هنا على نمبر كام دي؟ 88. نمبر 88 اولها سلندريكال ماشي. نمبر 88 88 يقول لي هنا اسلندريكال اوف فود اللينس بتاعها، مديني اللينس ايكوال 12 سنتيمتر
واديني الديامتر الدي ايكوال 2 سنتيمتر. عايز بيرلي فين بيرلي فلوت ان ووتر معناها سينك يا جماعه. بيرلي فلوت ان ووتر يعني معناها ايه؟ ان هي يا دوبك ايه نزلت كده مش كده؟ فلوت ان ووتر. وات از ذا ماس؟ عايز الماس. الماس اجيبها ازاي؟ الويت ايكوال الاف ايه؟ الاف بي. الويت يعني الام في الجي، رو ووتر جي الفوليوم بتاع مين؟ هي كلها اندر ووتر، اه يبقى الفوليوم بتاع الاوبجكت كله مش كده؟ طب الجي هي الجي، يبقى الماس ايكوال رو ووتر انا عارفها، هو مديني تشويز بالجرام، اه يبقى الرو 1 تايمز. اجيب الفوليوم بتاع دي، الفوليوم بتاع دي سلندر، السلندر عامله كده، البيز الهايت، البيز يبقى باي ار سكوير تايمز الهايت اللي هو ال L. يبقى ال 1 مش لازم بقى خلاص، يبقى باي تايمز ال R، ومديني الديامتر يبقى 1 اوفر 2، قصدي 2 اوفر 2 اللي هي ب 1 يعني، وسكوير تايمز ال L بكام؟ ب 12. يبقى انا هعمل، هتطلع صورتي ايه؟ يبقى هعمل الباي تايمز ال 12 كام؟ 30 30. اتاكد 30 بس ايه؟ الحين، اه يبقى الباي شيفت باي تايمز 12 37 يعني 38. برافو عليك صح 38 جرام. كان مشكلة كده يا جماعة؟ نيجي بعد كده نكمل على 89. 89 89 قال لي ريكتانجلر بوكس نيجليجيبل ماس. عندي ريكتانجلر بوكس اهو كده، بوكس ده كده اهو كده 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 مش كده؟ ايه يقول لي هنا ايه؟ الدايمنشن بتاعته، الدايمنشن فين الدايمنشن؟ لونج ويدث وايه وهايت. الهايت اهو 0.5 والبيز بتاعته عبارة عن 5 متر، والتانية هتبقى 1 متر. 1 متر دي الدايمنشن بتاعته. الماس بتاعته ايكوال زيرو، ملوش ماس، الماس بتاعته ايكوال زيرو. بيقول لي هنا هاو ماني كيلو جرام، هيحط هنا بقى حاجات يملاها حاجات معينة. اوكي ماني كيلو جرام اوف ماس كان بي لودد اون ذا بوكس بيفور اتس سينكينج. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان الماس كلها ايكوال الرو بتاعت الووتر اللي هي اف بي، يعني الرو بتاعت الووتر في الجي تايمز الدي جي تايمز الفوليوم بتاعه كله. الام دي عباره عن البوكس وايه واللي جواه؟ قال البوكس بزيرو، يبقى هاخد اللي جواه مش كده؟ يبقى هناك الحطة بس وشكلها هنكنسل الجي مع الجي، هيبقى رو ووتر في الفوليوم مش كده؟ يعني ايكوال الفوليوم بالمتر، يبقى ده ايه؟ 1000 تايمز 5 تايمز 1 تايمز 0.5. هتطلع سي نمبر سي ماشي اوكي. نمبر سي يس رايت انسر. خش على بعديها اللي هي ندى كله خرج ندى ليه؟ مش عارف. نخش على بعديها اللي هي 1 متر كيوبيك فلوت ان ووتر. طب او سي دي كده بقى مستر حضرتك عايز تقفل؟ ماشي لا لا انا هخلص عشان هقفل بقى ارشميدس اخرها النهارده معايا. انا هحل لغايه 100 مثلا ولا حاجه، واسيب الباقي تقولوا انتوا بقى مع نفسيكم. يا لهوي. اه ما ابعتي لي، ابعتي الانسر عشان المره الجايه نخش نشتغل على كونتينيوتي ايكويشن اللي هي طب السيشن والكويز هيكون امتى؟ يوم السيشن اللي بعدين يا لهوي. ماشي.
بيقول لي هنا ماشي 1 كيوبيك سنتيمتر ده الفوليوم بتاعه فلوت ان ووتر ويز 20% اباف ووتر. يبقى ده كده، بص معايا كده، هو الفوليوم بتاعه كله 1 كيوبيك متر، في منه 20 فوق 20% وتحت 80%، ماشي كده؟ لما يقول لي الكلمه دي عباره عن ايه؟ لما اجي ابص على الرو ريلاتيف ايكوال الفوليوم اميرس او اندر ووتر اوفر التوتال فوليوم، توتال فوليوم، يعني معنى كده لو انا قلت ان الفوليوم كله 100% يبقى دي واخد كام منه؟ 80. يطلع ان الرو ريلاتيف ايكوال كام؟ 0.8 ده الريلاتيف، ماشي كده؟ هو عايز مني how does the object weight out of water، عايز الماس بتاعته، عندي الايه؟ عندي الفوليوم، واجيب من هنا الدنس العاديه، يبقى الرو ايكوال 0.8 تايمز 1000 يطلع 800، ماشي كده؟ اخد ال 800 دي وهنا هتطلع الفوليوم ايكوال ايه؟ رو ايكوال ماس اوفر فوليوم، ماشي كده؟ انا عايز مين؟ عايز الماس، يبقى الرو في عايز الماس يبقى الرو في ال الرو في الفوليوم تطلع ب 800، مفيش 800؟ طب ثانية كده، اجين تاني، بص كده في غلطة فين؟ هو 20% من 1 متر كيوبيك، 1 متر كيوبيك اه بكام؟ مش 20%؟ اه ما احنا عايزين نجيب اللي هي الأبوف الأول 0.2 الأولاني. 0.2 ماشي يبقى كده تطلع 0.2 كده 0.8، ماشي هو ده متر كيوبيك، ماشي هو ده 1 متر كيوبيك، ثواني تطلع ماس اوفر فوليوم، ماشي يبقى ده ماشي يا الدنستي، مستر، دنستي هتطلع تايمز دنسي 800 في ال 1 كيوبيك متر. لا اجين في حاجه غلط، وعايز ايه؟ عايز الويت، عايز الويت صح، احنا كده ماشيين صح، كده جبنا مين؟ الماس، الماس 800، الماس ايه؟ الماس ايكوال 800، عملها طلعت تايمز 800 ازاي؟ 9.8 ايه؟ طلعت الناس 800 ازاي؟ ال 800 ازاي؟ ماشي من عند الدينستي اهي، ليه 800 اصلا؟ الماس ايكوال الرو في الفوليوم، ماشي الرو ب 800 ماشي، تايمز الفوليوم بكام كله؟ 1. وانا احط الفوليوم كله ولا الفوليوم اللي فوق لا مش فوق ده الميه؟ بتاعنا، لا هو عايزه كله، لا هو قال الويت اوت اوف ذا ووتر، الويت اوت اوف ووتر، الويت بتاع الاوبجكت ده هو بره الميه مش اللي بره الميه، اه فهمت تمام، انا اوت اوف فكرت ووتر، قصده الجزء اللي بيكون بره الميه. لا اوت اوف ووتر كده جبنا الماس، بعد ما نجيب الماس هنعملها ايه؟ 800 تايمز 9.8، يبقى انا كده هجيب الاف ايه؟ الاف بوينت فورس هتبقى تطلع بكام بقى؟ 800 تطلع 7، هتبقى بي يعني. تبقى نمبر بي، يس يس ويل دان، صح كده، ماشي كده؟ هي اللي بعديها اوبجكت فلوت ماشي، نفس الرسمة تقريبا بس هنعدل فيها بس حاجات، هيبقى هنا دي كام؟ 81، ماشي 81 هنا مش 50 لا هنا تبقى هاف وهاف، وهنا هاف وفوق هاف، ايه with half of its volume beneath under the surface the weight of displacement of water، بيقول لي الويت اللي عمل له displacement يعني ال اف بي البوينت فورس يعني. ايكوال كام؟ ايكوال 2000 نيوتن، 2000 نيوتن، عايز هو الويت اوف اوبجكت، الويت اوف اوبجكت طبعا هنا ده ايه؟ ده فلوت، يبقى الويت اوف اوبجكت ايكوال البوينت فورس، صح؟ اه يبقى ده لا ايكوال ده، توصل يبقى 2000، يبقى 2 ايه؟ 1000، 1000، ماشي كده؟ نيجي بعد كده على
نيكست اللي هي السلايد نمبر كام؟ 82 92 92 سوري. يقول هنا سوليد اوبجكت ماشي برضه نفس الايه نفس الرسمه بس هنعدل في الارقام. يقول لي هنا A solid object float in water with three forces beneath water. 3 over 4 وتحت 1 over 4 اللي هو فوق upward. اوكي. What is the object's density? What is the object ايه؟ density. عادي دي هجيب اللي هي الفوليوم بتاعه كله على الفوليوم اللي immersed، هجيب الرو ريلاتيف بعد كده اضرب في 1000 تطلع لي بقى، طب قولي تاني كده عشان نشوف صح ولا غلط. هجيب الرو ريلاتيف اللي هي الفوليوم immersed على الفوليوم توتال بعد كده الرو اقوم ريلاتيف صح ضاربه كده. ها هنعوض بقى. اللي هي التوتال، ال immersed هيكون 2 over 3 اللي هي بتطلع من 100 تطلع كام؟ 75 يعني 0.75 صح اوفر الوان 1 صح. برافو عليك خلاص كده. واللي يطلع تعمل تايمز ايه؟ واطلع الانسر في هنا وان تايمز ثاوزند 1000. يبقى كده جبنا الرو صح كده جدع ماشي كده تطلع 750 اللي هي نمبر جدع. برافو عليك. في حاجات سهله اهي بس في امل منك يعني. ايه وانت كنت مفكر مفيش امل ولا ايه؟ 93 اوكي 93. يقول لي هنا 200 object float with 3 forces. هي نفس الرسمه على فكره مش كده؟ يبقى بس هو مديني قال لي دوت 200 نيوتن يبقى الويت عندي equal 200 ايه؟ نيوتن. Beneath the water surface what is the point force of object؟ عايز ال point force of object. تمام حل ازاي؟ عايز ال تمام point force ايه؟ مش عارفه؟ مش ده float؟ البوينت فورس هتكون الفوليوم اللي تحت، يعني هتساوي الام في الفوليوم، هتكون رو في الجي في الفوليوم اللي تحت. بتبقى عايز دماغك ده ايه؟ ايه الويت صح؟ ماشي ودوت فلوت ولا مش فلوت؟ فلو. اه ماشي خلاص يبقى تمام الفلوت يبقى عندي الويت ايكوال اف ايكوال ايه؟ اف البوينت ايه؟ فورس. اه يبقى ماشي ايكوال ويت كلهم هيساوي ايكوال 200 نيوتن ماشي مش كده؟ بس 93 94 بولار بير. اه بص دي بقى فيها ايه؟ فيها شغل ايه؟ بولار بير بولار بير عشان لسه من الاول دي 94 اوف ماس 200 كيلو جرام ستاند اوف ايس. اه في هنا حته ايس ايس واقف عليها البولار بير مش كده؟ السيج بتاعها السيج بتاعتي دي كده 100 سنتيمتر 100 سنتيمتر ماشي كده. والماس بتاع دوت بتاعت البير 200 كيلو جرام. وات از ذا مينيمم اريا؟ عايز الاريا اللي تحت عايز الاريا اللي هنا ماشي كده. ويل جاست سبورت ذا بير ان سولت ووتر يعني السولت ووتر ده الدنسي بتاعته الرو بتاع دوت هتبقى رو سولت 1030 هو عملها بالجرام. لا صح كده بتاعت السولتي ووتر. والسبيسيفيك جرافتي اوف ايس السبيسيفيك جرافتي اوف ايس يبقى رو ايس رو ريلاتيف ايس ايكوال كام؟ ايكوال 0.98 يعني الرو بتاعت الايس نفسها هتبقى 98. 1030 اه بص معايا كده هنا بيقول لي ايه؟ عايز الاريا عايز مين الاريا بتاعت الايس ماشي كده. هو قال لي ان هو كله ان ايس فلو 106 what is the minimum area of the flow that will support the pier the specific gravity the specific ماشي. يبقى انا هقول عندي هنا ان اول حاجه ده له ماس والايس له ايه؟ ماس. يبقى عندي كام ماس دلوقتي؟ 2 ماس يبقى M1 بلس M2 في الجي. اوكي ده بتاع البير وهو مديها لي ده بتاع الايس وهو مش مديها لي ماشي كده. ايكوال رو رو جي في في الجي في الفوليوم الفوليوم كلها. جي هي جي صح؟ هنخلص منه. يطلع عندي هنا الام بير. الام بير بكام؟
ب 200 كيلو جرام بلس الام ايس، ما عنديش الام ايس، امال عندي ايه؟ اقدر اجيبها عن طريق عندك من الرو الرو والفوليوم. والفوليوم. الرو بتاعت الايس بكام؟ نفتح باكس كده، الرو بتاعت الايس بكام؟ 0.98. لا لا هناخد اللي فوق اللي هي اللي هي ال ار 980 مش كده؟ تايمز الفوليوم احول ده، الفوليوم، انا ما احوله عنديش الفوليوم، وانا عندي ايه؟ اقول اشيل الفوليوم واقول له الاريا ماشي تايمز الهايت اللي هو 1 متر ماشي مش كده؟ ايكوال ماشي الدنسيتي بتاع مين؟ السولتي ووتر مش كده؟ تايمز مين اللي تحتيه كله؟ الاريا اللي انا ما اعرفهاش برضه في الوان، واقول له سولف ايكويشن بقى حلها لي انت ايه يا كالكوليتور. تمام كده؟ بص معايا كده 200 بلس، نفتح براكت، نفتح براكتس اللي هو ايه فيه ايه 980 تايمز الفا اكس الوان مش هكتبه، الفا ايكوال 1030 تايمز الفا اكس، حلها كده شيفت سولف تطلع بكام؟ تطلع ب 4 متر سكوير، يبقى الاريا بتاعته هتبقى كام؟ 4 4. متر خلي بالك من حاجه، هو عمل لي غيبوبه، ليه ما جابش سيره الايس خالص؟ ما جابش عشان ما سيره حطش الماس الماس، بتاعه، عشان ما اه ما حطش جابش الماس سيره بتاعه. الماس بتاعته، بس انا لما احسب هفتكر ان في ماس للاي الايس وهدخله معايا في الحساب، يبقى الماس بتاعت البير بلس الماس بتاعت الايس تيكوال رو جي الفوليوم بتاع الايس كله تحت الوتر. ما عنديش الفوليوم، هقول له الاريا في الايه؟ في الهايت، الاريا في الهايت اوكي. وابتدي اعمل سبستيوت واجيب الايه؟ الاريا، الاريا تطلع ب 4 مش كده؟ تمام. ماشي